Chapter 7 Aldehydes and Ketones Lecture 3 Definitions سنناقش Common Names للألدهيدات والكيتونات بالنسبة للألدهيدات نجد أن أول أربع ألدهيدز لها Common Names وهي Formaldehyde Acetaldehyde Propion Aldehyde and الديهايد تظهر الاستراكشر لها في الأمثلة الموضحة المركب الأول فورمالديهايد المركب الثاني يسمى إيثانال بالتسمية النظامية أما الكومون نيم فهو أسيتالديهايد أما بالنسبة للكيتونات فنجد أن أصغر كيتون في هذه السلسلة هو البروبانون له كومون نيم هو أسيتون أما بقية الكيتونات فيمكن كتابة الكومن common names لها وذلك بكتابة أسماء مجموعتي الألكايل أو الأرايل المتصلة بمجموعة الكربونيل ثم نلحق بها كلمة كيتون as separate words كما يظهر في الأمثلة المثال الأول هو البروبانون اللي هو أصغر الكيتونات والـ common له الأسيتون المركب الثاني ايثايل ايزو بروبايل كيتون حيث ان مجموعتي الالكايل هما مجموعه ايثايل ومجموعه ايزو بروبايل تكتب مرتبه حسب الابجديه ايثايل في الاول ثم ايزو بروبايل ثم نلحق بها كلمه كيتون المثال الثالث دا ايثايل كيتون نلاحظ وجود مجموعتي ايثايل تالي بدلا من كتابة الاسم ايثايل ايثايل كيتون يصبح الاسم داي ايثايل كيتون كذلك نجد ان نظام ايوباك قد احتفظ باسماء اثنين من الكيتونات الاروماتية وهي التي تظهر في الصورة كامثلة المركب الاول هو اسيتو فينون حيث حلقة بنزين ومجموعة ميثايل كله الصيغة العامة AR تصل بمجموعة الكربونيل ثم R وهي تمثل مجموعة الميثايل هذا المركب الكومن نيم له أسيتوفينون المركب الثاني بنزوفينون أي مجموعتي أرايل AR متصلة بمجموعة الكربونيل أيضا نجد ظاهرة الايزوميريزم في الألدهيدات والكيتونات حيث أن الألدهيدات والكيتونات تمثل مع بعضها Functional Group Isomers مثال لذلك مثال واحد المولكيولر Formula C3H6O has two isomers بمعنى أنه يمكن كتابة مركبين من هذه الصيغة الجزيئية. المركب الأول يتبع للألدهيدات وهو بروبانال. أما المركب الثاني فيتبع للكيتونات وهو البروبانون. لذلك الألدهيد والكيتون هما functional group isomers. المثال إثنين الموكular formula C4H8O يمكن كتابة 3 isomers لها، اثنان منهم aldehydes، أما الثالث فهو يدبى لمجموعة الكيتون